محمد شحرور مفكر وباحث سوري الأصل، درس الهندسة ودرسها في جامعة دمشق بعد أن تحصل على درجة الدكتوراه من موسكو. في 40 عاما الماضية تمحور نشاطه الفكري والبحثي في إعادة قراءة التنزيل الحكيم بعيدا عن تأثيرات فقه التراث الديني العربي الذي صيغ في 7 الميلادي. سألت الدكتور محمد شحرور ما الذي دفعه للاهتمام بقراءة التنزيل الحكيم؟ لا، دفعني لأنه الخطاب الديني غير منطقي. والدي أنا بالثانوي قال لي يا ابني، بعد ما طلعت من صلاة الجمعة هو قال لي يا ابني، إذا كان تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض وهذه الأكوان الكبيرة كثير، الشيء اللي سمعته من الخطيب لا يستحق أنه الله يبعث رسول مشانه. قال لي هذا الكلام على أساس الله هو خالق هذه الأكوان كلها، لا يستحق هذا الكلام أنه الله يبعث رسول مشان يلاقيك. قال لي فكر كويس. هي كان كثير كان ينبهني عليها. والشيء الثاني بعد حد 67 كمان كثير أثرت فيه، بعد الشوك الهائل اللي صار. أول خطبة جمعة سمعتها بالجامع، بجامع العفيف بدمشق، كانت إنه هزمنا لأن النساء كاسيات من عاريات. وبعد يومين شفت واحد ماركسي شيوعي قال لي هزمنا لأنه منصوم برمضان، بلا رمضان بلا كلام فارغ. فأنا رأسا قلت له لعنة الله عليك وعلى إمام الجامع، وعرفت أن هناك مشكلة في العقل العربي. أولى باكورة اجتهاد محمد شحرور هو الكتاب والقرآن، أولى ثماره في قراءة النص بأدوات 20 المعرفية، معتمداً على أن لغة التنزيل لا ترادف فيها. القرآن طور اللغة العربية بإلغاء الترادف، يعني إلغاء الترادف رأساً أنه طيب عم يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. طيب الكتاب هدى للمتقين والقرآن هدى للناس، معناته بالضرورة هاد مو هاد، لازم نحط اسمين مختلفين بالضرورة. بالضرورة مو وجهة نظر، هي الضرورة المنطقية تقول أن القرآن غير الكتاب، لأن القرآن هدى للناس والكتاب هدى للمتقين. المتقين ناس بس مو كل الناس متقين. إذا كان الرسول الكريم لم يأتي بمعجزات معه لإثبات نبوته، فكيف تعج كتب السير والتراث بمعجزات منسوبة للرسول؟ ونحن من باب الغيرة والمنفخة بالعهد العباسي كل معجزات عيسى ساويناها للنبي، وكل معجزات موسى ساوينا لها، خنقنا له معجزات أنه نحن نبينا كمان. هو طالبوه وعدة مرات يطالبوه لهم ما في. طب شو الأسباب اللي جعلت العهد العباسي؟ لأنه هذا اللي وصلنا، الفقهاء الأربعة وجعفر الصادق بالعصر العباسي، بعز العصر العباسي، المحدثين كلهم بالعصر العباسي، الفلاسفة كلهم بالعصر العباسي، كله وهل مفهوم الكفر والجهاد معلوم من الدين بالضرورة، والزندقة والردة، كل هذه المفاهيم صيغت في ذاك الوقت ولا اليوم شغالة. يعني هلأ هذا الدين اللي نحن عنا صيغة في العصر العباسي. يرى محمد شحرور أن عصر التدوين في العهد العباسي أسس لشيء من الانفصام في العقل العربي، فجعل من العرب أمة كلام مقطوع دلالته عن الواقع. نحن أمة كلام، يعني نتكلم أمور كثيرة لا يوجد ما يقابلها في الواقع، وهذا أدركت أنه العدم. يعني عندنا الخطاب الديني، أدركت أنه هو الخطاب السياسي خطاب عدمي، خطابين توأمين. يعني وقت تحكي على السياسي عم يحكي أمور الواقع مو هيك، والخطاب الديني بيحكي سؤالات الواقع مو هيك. فهون أدركت أنه بدي أعيد دراسة النص نفسه،
وأول شغلة أدركتها، أول شغلة على الإطلاق أدركت أن الشرك هو السكون في الحركة. أول شيء أدركته، أول عملية سورة الكهف، فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قريبة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم يفطر ثم سواك رجلا ولكن والله ربي ولا أشرك بعبادة ربي أحدا. إيه هو ما قال أشركت؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. طرح الثبات، طرح الثبات يعني الثبات أنه هي تظل موجودة ثابتة. قام رد عليه أنه أنت كفرت بقانون التطور بالذي خلقك من تراب من ثم شو عم جاب له قانون التطور أنه أنت كفرت بهذا. قال له الثبات لله ولا هو الله ولا أشرك به أحدا. قال له الثبات بس لله، ما في غير الله ثابت. لسبب عرفت انه مشكلتنا static state of mind، هي اول مشكله يعني سكون الفكر تماما جامد عند ارض معينه واقف. هذا ما وجدنا عليه ابانا. يا سيدي في حدا بالدنيا قال عن حاله مشرك؟ قلوا لي في حدا بالدنيا قال عن حاله مشرك؟ طيب شو بيقول المشرك؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة. المشرك ما بيقول أنا مشرك، بيقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا المشرك، هي حشو أصلا. يعمل محمد شحرور منذ أكثر من 30 عاما دون انقطاع في تطوير أساليب قراءة التنزيل الحكيم، يساعده فريق من الباحثين المختصين. آسيا باحثة جزائرية حاصلة على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، وتعمل مع الدكتور محمد شحرور منذ 9 سنوات. وأول ما تعلمته آسيا من محمد شحرور هو احترام العقل أولا. طريقة التفكير أنك تثق بالعقل، أنك تثق بعقلك، وهذا بيعطيك إيمان بنفسك. بعد إيمانك بالله بيخلي ثقتك في نفسك أكتر، بتزيد أكتر، وتعرف قيمة وجودك في هاي الحياة، وتعرف كيف تستمر فيها. هاي أهم المكاسب اللي أنا أتعلمتها من الدكتور. أول ما كنت من قبل كنا دايما نحتاج لسند، سند روائي قال وقيل، حتى إحنا نقتنع ونحاول إنه نبين إنه إحنا على صح. أما بعد عملي مع الدكتور ومحاكاتي بفكره وطريقة عمله ومنهجيته، أصبحت أثق كتير بعقلي، أثق كتير بقراراتي، أثق كتير بعملي، حتى صرت أثق كتير بنفسي، وعرفت قيمة وجودي في الحياة، إنه أنا فعلا إنسان الله أعطاني نعمة العقل. تقول آسيا إنها قبل العمل مع محمد شحرور كان عندها مشكلة في التعامل مع القراءة التراثية للتنزيل. المشكلة بالقراءة التراثية إنها بتخليك نوعا ما بعيد عن الواقع، فأنت تضطر تحاول تخضع الواقع لما هو موجود في النص التراثي، قصدي ما نحن لا نحكي على الكتاب المحكم. التنزيل هذا شيء ثاني، كتاب مقدس نحن كنا نؤمن بذلك. أما الروايات التراثية فأنت أحيانا حتى بتلاقيها مخالفة لعقلك، مخالفة للتطور العلوم، ولكن بما أنها مقدسة أنت أحياناً تجبر نفسك على الإيمان بها وتخضع الواقع إلها. الكتاب والقرآن هو أول كتاب كان على آسيا أن تقرأه على مهل، لأنه فلسفة محمد شحرور في قراءته الحديثة للتنزيل، وتصف الكتاب بأنه هوية الدكتور محمد شحرور. الكتاب والقرآن، كتاب الدكتور الأول، إحنا كنا بنسميه identity الدكتور، يعني identity لمنهجه، لأنه حط فيه كل الركائز الأساسية لمنهج القراءات المعاصر. بالنسبة إلي حط لي شوك، لأنه إحنا يعني أنا قبل ما كنت أقرأ للدكتور وغيري
قبل ما أي إنسان بيقرأ التراث بشكل طبيعي يعني حسب ما هو موجود بدون الاحتكاك بفكر الدكتور بتكون عنده كل المفاهيم مختلطة. فالاطلاع على كتاب الدكتور اللي يقول لك لا توقف، إذا بدك تفهم صح دينك فيجب أن تحدد المفاهيم. أول شوك إنه أنا لقيت الكتاب هو غير القرآن، هاي بالنسبة إلي كانت صدمة كبيرة، يعني شو معنى الكتاب غير القرآن؟ في هذا الكتاب وضع محمد شحرور أسس نظرية أسمها نظرية المعرفة الإسلامية، وهي نظرية تستمد جذورها من نصوص التنزيل الحكيم كلية، أساسها التعليم الإلهي بالقلم. لكن الله هو الحق، وما تدعون من دونه الحق والوجود الموضعي والباطل والوهم، والخطأ الوهم. اثنين، وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق. هذا الوجود الموضوعي خارج الوعي الحقيقي، هذا اللي شايفه. الشمس حق والقمر حق والنجوم حق، والحقيقة الإلهية وحقيقة الكون مربوطين ببعض ارتباط الكلام بالمتكلم. الوجود كلمات الله. مو كلام الله، كلمات الله. طب شو السبيل؟ هلا كيف بدنا نعرف؟ هلا بدنا نعرف بقى كيف المعرفة بدأت نبوة محمد الحمد لله بشرح نظرية المعرفة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الباء نسيو، إلا بما شاء. هني فهموها إلا ما شاء، إنه الله نحن من حيث بعلمه بالشارع بالواسطة اللي هو بده إياها. سافرت بالطائرة، بالطائرة ضربت بيدي. إلا بما شاء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذا شاء الله أن تكون المعرفة بالقلم. يضع محمد شحرور يده على أهم مكونات التنزيل الحكيم، وهي الآيات المحكمات وتفصيلها، والتي لم تستطع كتب الفقه التراثي سبر كنهها حتى اليوم. وقال كتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هلأ وقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، مات في مجموعة من الآيات المحكمات اسمها أم الكتاب سماها. هل آيات محكمات شرحها بآية ثانية، هي نوع الآية تفصيل الكتاب. عم يشرح شو فيه؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذا مجموعة الآيات المحكمات هي اللي كتاب أحكمت آياته، مو المصحف عم يحكي كله، عم يحكي على الكتاب المحكم فقط. ثم فصلت المحكمات وقد فصل لكم ما حرم عليكم. إذا المحكمة كل شيء محرم محكم. هلا والشعائر من المحكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هي محكمة، هي فيها لك بدك تصوم تفصيلة أيام معدودات ومن كان منكم. هي تفصيل المحكم، هي مو محكمة، هي تجتهد فيها. أنا مريض، لا مالي مريض، بدي أبدي ولا ما أبدي، صار الإنسان اللي شغل فيها. لا، آيات المحكمات لا يدخلوا عليها. ممكن يزيد يقيم الصوم، الله بيقيم الصوم أو بيضيف له شيء. الآية محكمة بسورة النور، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تحكمون. فرض عليك الصلاة لأنه فرائض، الصلاة والزكاة ولك تأخذهم من الرسول. هلا كل شيء إذا غيرهم هو تفصيل لهم. إذا كان الأمر على هذا النحو، فمن المسؤول عن تطبيق تفصيل الآيات المحكمات؟ كل برلمانات العالم هلا هي ما شغالة غير فيه. لأعطيك مثال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربون بالمعروف حقا على المتقين. تصور آية محكمة لا غنى.
أعطاك مبدأ الثروة، مبدأ هلأ تفصيل كل تفصيل الإرث والوصية هي لهي، عم يفصل هي يعني فصل الآية المحكمة هي طريق انتقال الثروة من جيل لجيل. أعطاك احتمالين الوصية والإرث، فيه كل أهل الأرض ميت ماشي يا وصية يا إرث، مو كل أهل الأرض هي. بالوصية وجهك، ما أعطاك نساب وجهك انه شو وين يعني وين تركز وين ما تركز هي وجهك. بالارث اعطاك انه طيب بركي نسيت انت، اعطاك هلا اعطاك هلا نحن في عصر ما بعد القرى، نحن في عصر المدنيه، هذا عصر دشنه رسول الله الى ان تقوم الساعه. عصر المدنيه يعني عصر المجتمعات التعددية. غياب التعددية من أي مجتمع سوف يقضي ضرورة إلى هلاك ذاك المجتمع، وذلك وفق قانون الهلاك الذي استنبطه الدكتور محمد شحرور من تدبره للتنزيل الحكيم. وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، لا هو بعث في أمها رسولا وقال له خلاص بدي مبدأ هلاك القرى إلا بدي. هو ساوى قفزة إلى الأمام، ساوى مجتمع مدني في المدينة المنورة وهو طيب، هذا القفزة اللي ساوى هو التاريخ إلى الأمام، ساوى مجتمع تعددي. يعني انتقال الرسول من مكة للمدينة؟ لا، انتقال الرسول من مكة للمدينة وسماها المدينة، يعني تيسرب اسمها. نعم. شو سماها؟ مدينة. ليش؟ لأنه أنشأ مجتمع مدني، لأنه اعترف باليهود واعترف بالنصارى واعترف بهم كلهم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، يحكم أهل التوراة، قالوا إيه أنا موافق عليكم احكموا. هو أنشأ مجتمع مدني. مجتمع المدني سيدي رسول الله في أربع شروط حطهم. طلعوا بس في الثورة الفرنسية. الشرط الأول التعددية. الشرط الثاني لا أحد فوق المساءلة، يعني ما حدا فوق القانون. لو فاطمة لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. لا أحد فوق المساءلة، فوق المساءلة. شايف النبي ما أخذ شرعية الحكم من الله، ما الله ما قال له أنا عينتك ملك عليهم. النبي أخذ شرعيته من الناس، هن بايعوا بايعوا ليش عياهم. بينما طالوت وسليمان الله عينهم ملوك. انتبه انتبه كثير كونه عينهم ملوك أم أعطاهم هالقوة الهائلة لأنه عينهم. بناء على قانون الهلاك المجتمعي المستنبط من النص، يوجه محمد شحرور تحذيرا للمجتمعات العربية بأن مصيرها إلى الهلاك إن لم تنتقل إلى التعددية الحقة. وإذا ما مننتقل للمجتمع المدني مننتصر، تكون أمور واضحة. كمجتمعات مننتصر، كمجتمعات نتفرق بالعالم، هذا يستبدل قوما غيركم، ما في مشكلة، في قانون التاريخ بده يمشي. التاريخ يتطور من المجتمعات الأحادية إلى المجتمعات التعددية، نقطة انتهى. هلي بنقول أهلا وسهلا بيعيش، هلي ما بنقول بده ينقرض. ابتداء من تعددية الملل وانتهاء من التعددية السياسية وما بينهما. لنشر أفكاره يستخدم دكتور محمد شحرور مختصين بوسائط التواصل الاجتماعي ليضمن وصول أفكاره إلى أكبر عدد ممكن من الناس. منذر العقيلي يشرف على متابعة نشر أفكار الدكتور شحرور على وسائط التواصل الاجتماعي، يقول إن عدد المتابعين لما ينشره الدكتور محمد شحرور في تزايد مضطرد، في تزايد مستمر ومتصاعد. يعني في مخطط بياني أنا بتبارك بحط بعطي للدكتور دائما كيف تطور الصفحة أو كيف تطور الأشخاص أو طبيعة الأشخاص اللي بتطور الصفحة. في تزايد متسارع، يعني بدأنا برقم والخط البياني في تسارع مرتفع بعدد المنضمين للصفحة أو عضوية الصفحة بيسموها لايك للصفحة،
وعدد التعليقات، عدد الشير، عدد بتلاحظ في كثير ناس تقرأ يعني وما بتحط أي كومنت، يمكن حتى ما ينحسب عليهم بين أصدقائهم أو أهاليهم، بس في كثير، في تزايد واضح. حتى في شيء آخر مهم ملموس كان دخول أشخاص يهاجموا الفكر، بعد فترة يهدأ هجومهم، يصير نقاش عقلاني، بعد فترة يميلوا للكفة هذه وبالتالي يصبحوا مؤيدين للفكر. هذه الملموسة على مدى 3-4 سنين الأخيرات في تغير واضح. في البداية الأفكار التي طرحها الدكتور كانت مثيرة جدا وكانت مستهجنة، إنها غريبة. اليوم صارت عادي، صارت أمور مقبولة ومطلوبة. يعني اليوم فكرة الدكتور محمد شحرور مطلوب بعد ظهور دائرة الإسلام السياسي اللي استلمت سلطة بكذا مكان أو تسعى لاستلام سلطة بكذا مكان أو مارست مثل داعش أو غيرها، صنعت نقيضة. صار الطلب عند الناس، بعدوا عنها، فصار الطلب على فكرة الدكتور. يرى الدكتور محمد شحرور أن الفقه التراثي الإسلامي تأثر كثيرا بالفقه اليهودي التلمودي والمسيحية أيضا، وأن هناك الكثير من المسائل الفقهية الحياتية هي تلمودية النكهة والروح. والله أكثر ناس نحن تأثرنا فيه، شوف، تأثرنا بالفقه اليهودي بالتشدد، يعني كل شيء متشدد أخذينه من هناك، مثلا أخذينه تمام، قتل المرتد، الولد، وسب الإله، وسب الإله، كل هذا أخذينه من عندهم، والرجم كذا كله أخذينه من عندهم. نحن أخذنا من المسيحية بشكل أساسي الوحي الثاني، مو من اليهود، نحن أخذين الوحي الثاني. كلم الله موسى تكليما، ماشي. طيب عيسى ابن مريم حسب القرآن، أنا برضو عيسى هو الكلمة والروح لا أتوا في بطن أمه. عيسى هو كلمة وروح ألقاها إلى مريم، ألقاها إلى مريم، نعم. هذه الكلمة والروح طلع منها عيسى المسيح. تبي المسيح هو عيسى زائد الروح. الروح يعني أعطاه رسالة والنبوة بطن أمه. الروح أول ما ولد قال إني عبد الله، أتاني الكتاب وجعلني نبيا. عيسى بن مريم كان لا يوحى إليه، عندما كان يتكلم عيسى كان الله يتكلم. لسبب الإنجيل وسيرة ذاتية للمسيح، ما غلطوا، ما صح. الإنجيل قال يسوع على الروح، هيك الإنجيل صح. عندما كان المسيح كان الرب يتكلم، وهون أشكلت عليه، لأنه المسيح كان مشفر خالص، المسيح ولد معصوم مشفر. كونه كلامه هو كلام الله، هي إجتنا لا ساب الشافعي أول مرة صاحب الوحي، لأنه كانوا عرفوا شو الإنجيل. الشافعي ولد 150 هجرية، 670 ميلادي ولد، يعني كان الكتب مترجمة وكان معروف. نحن ليش نبينا مو أحسن منه؟ ليش هو لحاله ونحن نبينا؟ قال الله، قال يسوع، قال رسول الله وحي، قال الرب الأحاديث القدسية. نعرف اثنين أهلنا، نحن سيد الأنبياء والرسل، شو يعني؟ هو واحدين، الله كلم موسى واتكلمه قال عبدني واقم صلاة لذكري. ليش نحن أقل نبينا؟ نبينا طلع لعند الله مشان يحاكي، وفرض عليه الصلاة مثل ما قال له لموسى، انتبه. وضحي يعني انه نحن بتاع كله. بدأ محمد شحرور مشوار إعادة قراءة التنزيل الحكيم وفق أسس معارفنا الراهنة وحيدا. أما الآن فمن يتابعون ويقرؤون ما يكتب بالملايين في كل المجتمعات العربية.